أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على تطور مستويات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا، والذي أسهم في مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة بما يفتح آفاقا أرحب بين البلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية بقصر القضيبية اليوم، معالي السيدة ريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، حيث نوه سموه بمستويات العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للبلدين الصديقين. من جانبها أعربت معالي السيدة ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من حرص واهتمام لدعم العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية الإندونيسية.